قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده تسعى لأن تكون شريكا جديدا للهند. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي مع رئيس وزراء الهند، حيث شهدت وقائع المؤتمر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وتتصدر قضايا التجارة والأمن والمناخ بما في ذلك قمة رئيسة حول الطاقة الشمسية جدول أعمال الزيارة الرسمية الأولى لماكرون إلى الهند منذ انتخابه.